السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبناء طلاب الصف الأول، أسعد الله صباحكم بكل خير. درس جديد من دروس الرياضيات، والدرس الأول من الوحدة 11. درس اليوم يا أحباب بعنوان جمع وطرح الأعداد من 0 إلى 20. عبر عن الصورة بعبارة جمع أو طرح. هنا يا أحباب موجود أمامنا صورة باص راكب فيه كم طفل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 11 طفلا بالباص، وفي 2 خارج الباص عايزين يركبوا برضو الباص. يبقى هذا عملية جمع، عملية جمع. يبقى عندنا داخل الباص 11، وهنجمع عليهم 2 داخلين الباص خارج الباص هما، يبقى العدد 11. نكمل، أحسنت، 12 13. إذن 11 زائد 2 يساوي 13. عبر عن الصورة بعبارة جمع أو طرح. عندي شجرة موجود عليها بعض من التفاحات، وفي بعض التفاحات سقطت على الأرض. إذن هذه عملية طرح، عملية طرح، لأن في بعض التفاح سقط على الأرض. يبقى نبدأ الأول بعدد جميع التفاح، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تفاحة. قلنا هنا سقط منهم، يعني هنعمل عملية طرح. سقط منهم كام؟ 1 2 3 4، سقط منهم 4. يبقى الباقي كام يا أحباب؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى الباقي على الشجرة 7 تفاحات. عبارة الطرح 11 ناقص 4 بتساوي 7. ننتقل للسؤال التالي. أكمل هنا عملية حذف، يعني بتمثل عملية طرح. عشان نكتب عبارة الطرح ببدأ أعد كل التفاحات اللي عندي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15. يبقى عدد جميع التفاحات 15 تفاحة. حذفنا منهم كم تفاحة؟ 1 2 3، حذفنا منهم 3. يبقى الباقي كم يا أحباب؟ نعد عدد التفاحات اللي ما عليها إكس، اللي ما شطبنا عليها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذن عبارة الطرح 15 ناقص 3 بيساوي 12. هنا مجموعة من الطيور في اليمين ومجموعة من الطيور في اليسار انضموا لبعض. يبقى هذه مجموعة عملية جمع، هو كاتب العملية. عايزين نجمع مجموعة الطيور اللي باللون الأزرق ومجموعة الطيور اللي باللون البني. نعد الأول اللي باللون الأزرق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، واللي باللون البني 1 2 3 4 5 6. يبقى عدد كل الطيور نعدهم كلك 11 باللون الأزرق، بعدها 12 13 14 15 16 17. يبقى 11 زائد 6 بيساوي 17. أوجد الناتج باستخدام خط الأعداد. إزاي أستخدم خط الأعداد يا أولاد في إيجاد ناتج الجمع والطرح؟
عند استخدام خط الأعداد في عملية الجمع ببدأ بالعدد اللي موجود 8، يبقى ببدأ عند العدد 8 وأبدأ أتحرك في الاتجاه اليمين 3 خطوات. أما في حالة الطرح بتحرك ناحية اليسار، يبقى الجمع بتحرك يمين، الطرح بتحرك يسار. هنا نبدأ نتحرك 3 خطوات، 1 2 3، يبقى الناتج 11، يبقى 8 زائد 3 بيساوي 11. أما في عملية الطرح ببدأ من عند العدد 13 وببدأ أتحرك خطوتين إلى الخلف ناحية اليسار، 1 2، يبقى الناتج 11، يبقى 13 ناقص 2 بيساوي 11. أوجد الناتج باستخدام العناصر 7 زائد 7. ممكن استخدم عناصر إحباب، بجيب 7 كرات أهمت وأجيب 7 7 زائد 7، ببدأ أعدهم كلك، أدي 7، بعد 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ناقص 6، برسم 15 دائرة بالشكل ده وأبدأ أحذف منهم 6 كرات، 1 2 3 4 5 6، وأبدأ أعد الباقي أشوف باقي كام كرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن 15 ناقص 6 بيساوي 9، 15 ناقص 6 بيساوي 9. أوجد الناتج باستخدام العناصر 10 زائد 8، ده يا أحباب عملية جمع سهلة. قلنا أي عدد بينجمع على 10 درسنا قبل، إن 10 زائد 1 11، 10 زائد 2 12، 10 زائد 5 15، 10 زائد 7 17. إذن 10 زائد 8 كام يا أحباب؟ 18. 12 ناقص 6، إزاي أطرح العملية أو المثال ده؟ أولا بحط 6 براسي وأسكر إيدي وأزيد بعد 6 إلى أن أصل إلى العدد 12، وأشوف أنا فتحت كم صابع على يدي. نشوف، سكر إيدك، حط 6 براسك وزيد بعد 6، 7 8 9 10 11 12. شوف أنت فتحت كم صابع وأنت بتعد، 6 صوابع. إذن 12 ناقص 6 بيساوي 6. هيا بنا معا يا أحباب نفتح الكتاب المدرسي. السؤال الأول بيقول لي عبر عن الصورة بعبارة جمع أو طرح. عندي هنا مجموعة من الدراجات وفي أولاد بيرجعوا الدراجات اللي استأجروها، يبقى دي عملية جمع. عملية جمع نشوف الأول عدد الدرجات اللي موجود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنا طبعا هنضيف عليهم، هنزود عليهم كم دراجة، 1 2 3 4 5، يبقى 11 زائد 5 كام يا أحباب؟ بعد 11 12 13 14 15 16. ننتقل للسؤال باء. هنا كان في أولاد بيسبحوا في البحيرة وبعدين خرج 3، يبقى دي عملية طرح. ببدأ عد الأولاد كلك، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عند 10 أولاد خرج منهم من البحيرة 3، يبقى الباقي كام يا أحباب؟ نعدهم، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندي 7 أولاد. يبقى عبارة الطرح 10 ناقص 3 بتساوي 7. ننتقل للسؤال التالي. بقول لي أكمل، عندي مجموعة من الأسماك باللون الأسود ومجموعة من الأسماك باللون الأزرق.
عايزين نجمعهم مع بعض، نعد الأول اللي بالناحية اللي بالجانب الأيمن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، واللي بالجانب الأيسر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نعدهم كلك بعد 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هنا الصورة حق الأشجار، عليها في شجرتين عليهم إكس، يبقى هذه عملية طرح. ببدأ أعد الأشجار كلها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، هطرح منهم 2، أعد الباقي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ننتقل للسؤال التالي. أوجد باستخدام خط الأعداد. أول مثال بيقول لي 9 زائد 3، 9 زائد 3، نبدأ من عند العدد 9 وأبدأ هنا جمع، يبقى أتحرك ناحية اليمين 3 خطوات، 1 2 3، يبقى المجموع هو العدد 12. السؤال التالي ب 17 ناقص 3، أبدأ من عند العدد 17 وأبدأ أتحرك 3 خطوات ناحية اليسار، 1 2 3، يبقى الناتج 14. السؤال التالي 12 ناقص 1، أبدأ من عند العدد 12، هذا عملية طرح، يبقى أتحرك ناحية اليسار، أمشي خطوة واحدة، يبقى 11. 15 زائد 2، أبدأ من عند العدد 15، أبدأ من عند العدد 15 وأتحرك خطوتين ناحية اليمين، 1 2، يبقى العدد أو الناتج الجمع 17. ده السؤال الثالث يا حبايبي، كون انت تحسسنا اليوم. مشكورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.